et qu'aujourd'hui, le Maroc est le deuxième partenaire commercial du Portugal en Afrique et le premier au Maghreb. Un réseau d'interconnexion électrique entre nos deux pays sera opérationnel d'ici 2 ans. 200 entreprises portugaises sont installées au Maroc. J'ai dit 300, c'est pour vous dire que l'espoir m'a nourri depuis ce matin, entre hier soir où j'ai fait mon texte et ce matin, il y a eu 100 entreprises qui se sont inscrites dans mon référentiel. الاتحاد العام للمقاولات المغرب كاين ضم اليوم منتدى اقتصادي ما بين مستثمرين البرتغال والمغرب. هذا المنتدى اقتصادي مبني على واحد على عدد ديال الاهداف. الهدف الاول هو باش نزيدوا في الاستثمار ما بين المقاولين المغاربه والمقاولين ديال البرتغال. اللي مهم بالنسبه لنا حيت المغرب هو الشريك الثاني على القاره الافريقيه ديال جمهوريه البرتغال. اللي العدد ديال المستثمرين كيستثمروا خاصه في القطاعات كالسيارات، صناعه السيارات، النسيج، المواد الغذائيه، وكذلك في الطاقه المتجدده. بالنسبه لنا كان عندنا الهدف باش يكونوا اكثر تكامل واكثر ديناميه بالنسبه للاستثمارات المغاربه اللي ولاو كيمشيو يستثمروا في البرتغال. اللي مهم بان مناخ الاعمال بالنسبه للمستثمرين من جوج ديال البلدان يكون مناسب باش ندير واحد القفزه بالنسبه للشراكه اللي هي بالنسبه للشراكه ما بين القطاعين، ولكن كذلك نفتحوا دو نوفو زوريزون، افاق جديد. وكاينين عدد ديال المقاولين حاضرين معنا اليوم، غادي يكونوا لي بي تو بي. هما مبنيين على دي كما كنقولوا حنا لي جوينت فينتور باش نمشيو لبعض القطاعات الخاصه كما قلت لكم، القطاع الصناعي والقطاع ديال الايرونوتيك وصناعه المواد الغذائيه، ولكن كاينين مجالات اخرين اللي فتحناهم.